إيه رأيك في صفقة إمام عاشور للنادي الأهلي؟ رائعة رائعة اه اه بص مفيش خلاف على إمام لعيب سوبر يعني م. عشان كده برضو أرجو الناس تتفهم وتفهم يعني إيه احتراف. م. إحنا اللي بنعمل احتقان بدون أي داعي. يا جماعة جماهير هنا أو جماهير هنا أو جماهير الاتحاد أو أي المصري الإسماعيلي أيا كان يا جماعة الاحتراف ده معناه أنا آسف في لفظ إلغاء الولاء والانتماء الولاء والانتماء بقى للفانيلا اللي اللاعب لابسها احنا زمان كنا بنمضي دي في النادي واحنا عندنا 14 سنه لحد ما بنبطل ما اقدرش امشي دلوقتي خلاص عقد محدد المده وانتهينا يعني صحيح فانا امام لا لعيب ممتاز جدا واضافه كبيره للنادي لها يختلف عن حمدي فتحي فنيا كتير, كتير كتير كمدرب على فكره انا دربت حمدي يعني كان معايا في ضمنهور وتنبأت له برضه في النادي الاهلي انه هيبقى لاعب متميز مروان يمكن اخف حركه شويه اسف أعمل. امام اخف حركه شويه حته المهارة يمكن اعلى سنه بحكم انه اصلا كان بيلعب جناح صحيح. وبالتالي الجناح انت عارف لازم يبقى مهاري يعني صحيح. قوي بلغه الكوره عندنا غلاوي في الملعب م. وده بيبقى لعيب الحياه مطلوب بشكل كبير جدا ساعات بتوصل لحد العنف لكن عنف الحقيقه غير مقصود. م. لا امام عنده قدرات تهديفيه برضه عاليه زي حمدي لكن امام أكتر شويه. م. اعتقد لما يدخل منظومه النادي الاهلي لا هيبقى امام شكله مختلف م. لما بيلعب في وسط منظومه منضبطه. م. منظومه منضبطه.